الديسكربشن بتاع البروجكت ده. فكلاود كومبيوتنج دي حاجه كانت بالنسبه لي اول مره اسمعناها يعني، اتكلمت من سنه. بس احنا لو ركزنا شويه في التعبير حد يقدر يفهم كده ويماجن وات از ذس كلاود؟ انترنت بالظبط. هو في ال يو ام ال لانجوج او يعني عامه في الموديلنج لما بنيجي نرسم الانترنت دايما بنختار عشان احنا مش فاهمين بالظبط. لما بنكون بنعمل مثلا يوز كيس يوز كيسز او حاجه دايما بنفهم فيكشن للكلاود او الانترنت بتبقى حاجه كده. ف it seems like there's some computing processing happening inside on the internet. برضه في يعني imagination شويه ان ممكن يكون الكلاود كومبيوتنج ده الناس تطلع في وسط حد وبتعمل كومبيوتنج بس طبعا دي حاجه مش موجوده. الكلاود كومبيوتنج باختصار it is a collection of technologies embedded together on the internet which is usable by the clients. We need احنا مطلوب مننا في الكلاود كومبيوتنج ده we need to connect PCs, mobile phones, APIs with code, application servers, databases. كل التكنولوجيز دي كلها embedded مع بعض في نود واحده سواء كانت application او سواء كانت service. And then this service can be used by the client instead of implementing database لوحدها application server لوحده موبايل فون يعني حاجه زي embedded code you connect mobile phone to your system. We need an information system بتاع company كلها يبقى connected وبيقدم سيرفيس للكلاينت بالشكل ده. طيب ده اكزامبل للكلاود كومبيوتنج. لو احنا عندنا في هاب كومباني شركه عاديه الشركه دي بتقدم خدمه معينه وبعدين في انترنال سيرفيس معينه موجوده على الابلكيشن سيرفر داتا بيز يوزر كونتنت مانجمنت سيستم مثلا او حاجه زي داتا بيز عليها اليوزر انفورميشن وما شابه. And this same information, the information system implemented in this company is connected to some services like Wi-Fi, 3G connection, services with direct access between different nodes for شركات مختلفة مثلا. وبعدين you'll find that the company دي محتاجة إن هي تعمل implementation, specific implementation لكل services وكل الابلكيشنز بتاعتها. والانتجريشن ده يبقى جوه الشركة فمحتاجة حاجة من الاثنين. هي محتاجة يبقى عندها IT بلان او اي تي امبلويز ناس شغالين بيعملوا الامبلمنتيشن ديت يا اما هيروحوا يعملوا يشتروا حاجه زي مايكروسوفت اكسشينج سيرفر مثلا لو عايزين يعملوا ايميل سيستم في الشركه او ان هم يشتروا سوفت وير معينه يعملوا عليها الداتا بيز بتاعتهم والابلكيشن بتاعتهم. يا اما الحاله الثانيه اللي الكلاود كومبيوتنج بيقدمه هو ان انا بدل ما امبلمنت كل الكلام ده عندي انا لا انا هروح استخدم كل السيرفيسز دي عن طريق الكلاود. كل الاسيتس بتاعتي كل الابلكيشنز بتاعتي الداتا بيز بتاعتي هستخدمها كسيرفيس فروم جاست يوزنج ذا انترنت من البراوزر. في حد مش فاهم؟ I feel like I'm a bit confused because I wasn't وبتستخدم كل الكمبيوتيشن ريسورسز اللي في الكلاود كومبيوتنج بيقدمها. بالتالي ما اقدرش
doesn't web hosting provide this for them? Doesn't web hosting provide this for them? Web hosting will provide storage space. Yes. And the website will act. But I can upload the implementation that I also. Yes. Like in cloud computing, the server side. The application نفسه. وكل حاجة علاقة بالابلكيشن. يعني مثلا أنت عشان يبقى عندك ويب سيرفر وتمبلمنت ستورج ابلكيشن يو نيد انك انت تبقى عامل بروجرامينج للبرميشنز بتاعت الستورج اليوزرز اللي بيستخدموا الفايلز اللي موجوده هاو ويل يو ايدنتيتي هاو تو ايدنتيفاي او الاكسس مانجمنت بتاع اليوزرز اللي بيخشوا على الستورج سيرفيس بتاعتك انت اللي بتمبلمنتها بنفسك لكن في الكلاود كومبيوتنج سيناريو او الببليك كلاود كومبيوتنج سيناريو الشركات دي هي اللي بتقدم لك السيرفيسز دي اون ديماند على طول موجوده متوفره انت بس بتعمل لها كونفجريشنز في اكسل فايلز Yes, exactly. Yeah. So you need the admin driver with configuration. Yeah, but you need at least, at most, two or three admin drivers. People are just making some configurations for the applications on the internet and not implementing something. If I need to extend the functionality without the software that I have in or service that I have in I can also have this choice. Cloud computing provides me with the APIs and the needed. API access management على APIs اللي عامل applications ديت cloud computing provides me with the ability to extend the functionality that the software that the cloud computing is providing to extend برضو دي موجودة لو عايز extend أو مش عايز extend but this depends on the service provided we will speak about what kind of services that cloud computing can provide for the client you can ask them directly because they are using لو حد عنده أي معلومة عن أي سيرفيس يعني you guys can you think of a service that we're using؟ كده كاتب مجموعة سيرفيسز ومفروض توصلوها تقول لنا يعني أنا في كده؟ لا مفيش يعني جاوب كده خالص أنا لسه جاي من ده لازم تبقى تقولي Like this, these are some examples of the assets that the company can upload in the cloud. Storage, databases, and processing also. Cloud computing provides يعني, a massive amount of computer or computation resources and infrastructure. أنا ممكن the one click of a button إن أنا أعمل deployment to 1000 computer instance, 1000 virtual machine instance. Each one of these instances can have مثلا 50 gigabyte of RAM, 1.5 terabyte of storage, الكلام ده كل ده virtual موجود على الانترنت. مش موجود عندك. هنتكلم عن ايه الادفانتجز بتاعت الاستخدام ده. طيب، how did cloud computing evolved؟ cloud computing evolved في evolution بتاع اربع حاجات. اول حاجه physical infrastructure. الانترنت. الايفولفمنت بتاع الهاردوير نفسه اللي سمح بان احنا يبقى عندنا fields of computational computers connected together. والجريد كومبيوتنج فكره ان احنا عندنا more than one computer connected with each other doing the same task. في operating systems فكره ال virtualization. How فكره اللي احنا ازاي يبقى عندنا virtual operating system. ال concept ده ما كانش موجود لغايه 98 99 على ما اتذكر. فكره ان احنا we can have more than one operating system او more than one computer instance on the same physical infrastructure. برضه التطور اللي حصل في الفايل سيستمز. الفايل سيستم حاجه زي هدوب مثلا اللي هو سمعت طبعا كان بيتكلم عنه كتير على الفيسبوك. مش اكتر يعني. حاجه زي انه الفايل سيستم مش بس بقى بيتعامل مع داتا او هارد درايفز موجوده فيزيكالي على الكمبيوتر بقى الفايل سيستم ده بيتعامل على مور انتو لوجيكال لاير اللي هو ممكن يمانج مور ذان وان هارد ديسك connected on network together. هل فهمت النقطة الأخيرة دي ولا؟ البروجرامينج في حاجتين الأجايل بروجرامينج والسيرفيس أورينتد بروجرامينج فكرة إن إحنا إن البروجرامينج نيو ترندز إن البروجرامينج سمحت لنا إن إحنا نعمل بروجرامينج سيرفيسز أند ذن وي هاف ذا تشانس تو انتجريت ذيس كومبوننتس توجذر إن ون أبلكيشن والويب انترفيس طبعا Web 2.0 with semantic web, these are the driving usability issues for cloud computing. It has driven the cloud
كلاود كومبيوتنج انترفيس زي مثلا ادو فليكس، حاجه زي ادو فليكس بتوفر، او حاجه زي سيرفر لايت مايكروسوفت بتقدمها. كل الحاجات دي شويه تولز اند تكنيكس تخلي الويب انترفيس على الابلكيشنز على كلاود كومبيوتنج اسهل بالنسبه للكلاود. طيب ده التايم لاين. المشكلة دي مشكلة شكلها ايه؟ بقلب السلايد او السلايد.